مسمي شاي مغنس والجيطان والشريف. والجيطان والشريف مازال تيت دوار ايت موسى ايت الحسن والسعيد. ما يتيم الصباح النغ الوقفه الاحتجاجيه يوم تدات للعمله وقفنا قدام السيد العامل دوك قبل منا الشروط اللي كان طالبو بلا العكس اللي عندنا هو تنفيذ ديال اللجنه الملكيه. من ما يتعقد اللجنه الملكيه النغ؟ اللجنه الملكيه تعقد 65 65 اي تعقد وخرجت للطرفين ولاد مهروق ولاد الباشا حسن. ولاد مهروق داو الواجب نفس وين شالون سنين وين شالون سنين عطاو شدينا داك الشيء اللي داو لينا. ولاد الباشا قال لهم المنتج واللجنه الملكيه من هنا اسبوع الماجي الجمعه الماجيه غنخرجوا لهم يديوا الواجب. خوا مولاي احمد ما حضرش. مولاي احمد بن مولاي احمد بن الباشا بن الباشا هاي الطرف اللي باقي معه. خوا ملي خوا اللجنه الملكيه اللجنه الملكيه مشات ما دارت والو. بقينا استمرنا في المطالب ديال التنفيذ الاهتمام زي 65 زي 65 العامل اللي جا كان كتبوا له في الصباح يكتب في العشيه ما كيواجب واحد من الوزاره. هي غرسه نتقل كوازيين دغنا اذا سي اختار من نتقل اختار من نتقل سير حتى اليوم حنا طلبنا من السيد العامل متى وسا؟ هسا سبعه شهر 4 2009 هي المسيره درنا وقفه احتجاجيه قدام السيد العامل. السيد العامل هسا قبلنا السيد العامل واستشر معنا علي حجيره حجير وعلي وعلي استقبلنا وقال درت مجهود كتبت للوزاره باش يجددوا اللجنه الملكيه باش ينفذوا هذا الطرف اللي باقي ما منفذ ما يبقاش. ياك احنا اقترحنا عليه بالله احنا وقفنا على واحد الدرس اللي هو رغم علينا تعجيل ديال الدعوه. المحاكم كتحكم في المحكمه الابتدائيه تنخنيفرة وبالاستئناف واخا خدمات المحكمه حكمات المحكمه في صالحنا من طرف التفتيشيه العامه في الاخر عيطات مكناس وقلبوا علينا الحكم قالوا لنا ما عندكم صفه اذا 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 فيولي الملف خصنا شي ملف الاراده نغرد الملكيه شحال يدير لنا شحال يدير لنا القطارات كواش عندنا غنغدو حنا عندنا الحدود ديال برا ما قلنا الحدود نقدروا شحال من قطار ما قدرناش شحال الحدود ما دوك نتحدى مزيان الغرب عندنا بيننا وبين ولاد الباشا جبل بوزامر تم الزورت الحدود بيننا وبين الباشا بوزامر جبل بوزامر من سبع الرواضي حتى لقعيده ومن جهه ديال واد قرو واد قرو حتى تخرج لقعيده. هاد المنطقه كلها بحال هاد المسافه اللي قلتي دابا هي ارض سلاليه هي ارض سلاليه فين نكوني ديال جدودنا وهما حيدوا عليهم بيت الاستعمار تملك تمناش بداو هجموا عليهم بالمدافع ديال فرنسا طيحوا شكون اللي هجم عليهم؟ يمحزن بالقوه ديال فرنسا الباشا حسن طيحوا عليهم الطيور وخواو مشاو لزغار تم الزورد وملي شافوهم استقروا في تم الزورد تبعوهم ثاني قطعوهم لهيه. هذا هو الاسترجاع اللي درنا لهذ الملفات لهذ المناطق وحتى رداتهم للجنه الملكيه. وحنا استمرنا هذا الشيء من الاستعمار وملي تنفى محمد بن يوسف الله يرحمه كان القرار مقرر وملي رجع من المنفى عيط عليهم قال لهم غادي تصالحوا مع بني عمكم وما درتوا فيا العرانه بغيتوا تنصروا بن عرفه من مورايا وليني الماضي لا يعاد غي تصالحوا مع بني عمكم التزموا باش يردوا لينا البلاد التزموا امام اللجنه الملكيه. هذا هو الواقع اللي وقع حنا كنتبعوا دابا التنفيذات من هوايه تنيت بانه تنعقد اللجنه الملكيه 65
من المدينة راه خرج من المدينة خرجت عطات الطرف والطرف هو مريح. ولكن تنيت محمد الخامس يتدخل الامر زي دارتنا ما تلقت انت يا ايدي نفذن الميلفة لك دي عايد زي المنفع اجل فذن الميلفة طول ما طالب دانا الدن مدن النور كني الناس تكراخ تكراخ شني يقول لي كاين وين يدن الجنة كاين الحاج علي نحدو كاين محمد الحسن وحمو كاين كونون يرحمو قبطان حمو حسن ديك الساعة كان غير قبطان كان الحاج حمادو الحاج واحد الشيخ كان معروف كان عدد من الناس الكبار ديالنا وين هادوك ماتوا اي لا غاتنا هاني نتذكر غير كني ولي هاشم هو اللي مريس هو اللي مريس اللجنه مدير ديال القصور والاوسمه قسم الارشادات وقصر العامر بالرياض هو اللي مريس اللجنه دغي اخر اطوار منين نيوض الملف الملف دغي عطاو يحفظ عطى العداله كتعطيه يحفظ إيمي القانون ايمي هذا بوعزر حالي غير غير ما الناس اللي داوها راه التزموا ترجع هما التزموا هو غير السهره هو دابا اللي كعثمان هو غير كمرتزق وعندنا وثيقه عطاو صدقه غير بحال الخماس بحال الرباع وثيقه عاطينو صدقه غير صدقه موقع ديالهم غير ملي دا الباشا حسن البلاد بزاف داها بزاف ياك عمرها بالسكان ديالو الناس الموالين دوك الناس اللي جاب داك السيد دابا اللي شاد البلاد الاعوان ديالو الاعوان ديالو الخدامه ديالو وهجموا على هادو وخرجوهم بالدراع وسكنهم هو على خاش دياولو هو وخرجوا هادو جراو عليهم يا خماس يا كذا كاين جناح ودابا اخر اطوار اخر اطوار طلبنا من السيد العامل باش يتصل مع وزير الداخليه باش يرسل الوزير العداله باش يوقف الملف ديال المحكمه حتى تنتهى اللجنه الملكيه اذا كتطلبوا من بين المطالب وهي اعاده النظر من طرف لجنه ملكيه اخرى ستعين في حدود حكم محمد السادس الى حدود الساعه غير طرف تنفيذ وما الحكم حكم غير طرف تنفيذ غير ينفذوا الاتفاقيه غير وكنطلبوا العدالة توقف ما عندها حق باش تدخل في المسطرة مهما ما تنفذ الحكم ديال اللجنة الملكية ما عندهمش اختصاص باش يعاودوا ما عندهم تخصص باش يدخلوا سد عليهم الباب اذا وي تخنيت الاحفاد هيا دغي نيت ماشي ضر دغي تدخل احفاد نسميتهم نيت موسى ايت موسى ومي ايت الحسن سعيد ايت موسى ايت الحسن سعيد ايت موسى قبيله ايت الحسن سعيد فين ناخذ قبيله صاحبي